أغرب مجرم كان مفحط، تم إلقاء القبض عليه، سجن، تعرف على مجموعة سارقين، خرج، صار هو زعيم العصابة نفسها، صار هو اللي يسوق فيهم. وبعد ما سجن في 3 سنوات رجع وسجن في 18 سنة، وعلى فكرة كان أصغرهم عمر، صار قاعد. هذا كان أغرب شيء، كان عمره 19 سنة.